محمد رمضان، أنا بعتبرك قدوة وقدوة صالحة للشباب، لأن الشباب دلوقتي محتاجين اللي زيك، اللي هو بينهم كيمياء وبينهم وصلة ربانية، لأنه القبول من عند ربنا. ونعم بالله. فأنت عندك قبول، القبول ده لازم تستغله دلوقتي، في ان في شباب كتير محتاج القدوة. طبعا طبعا. العيلة، احنا رجعنا هنا عملنا بيت العيلة عشان نقعد مع بعض نتكلم، نفضفض، نطبطب، نسمع بعض، نفهم بعض، نسمع بعض طبعا طبعا، يعني ونصدق بعض، زي ما انت قلت ان ماما اهم حاجة كانت بتصدقك، يعني بتحترمك. فالإعلام دلوقتي عايزين نغيره، هنغيره بحد زيك. خطتك إيه عشان تبقى القدوة؟ لأن خلي بالك إن القدوة اللي بتتعامل في الدراما اللي هيعملها محمد رمضان واللي زيه و ممكن تتعامل في فيلم في فيلمين، غير مثلا حاجات تانية ممكن تتعامل في 5-6 سنين. طبعا يعني لو طبعا انت دخلت طبعا في السياسة واتكلمت عن طريق شغلك، ممكن قوي تبقى قدوة سياسية عظيمة جدا في فيلمين ثلاثة. السياسي شخصيا يعملها في 5-6 سنين. قوة التأثير طبعا، قوة تأثير الممثل قوي. أقوى بكتير جدا طبعا طبعا. انت بقى ناوي على ايه؟ والله انا ناوي على كل خير ان شاء الله، وعندي ثقة في ربنا. ثقة في الله طبعا، كلمته المفضلة. أنا بحس والله إن ده سر نجاح الدولار، ثقة في الله دي. يعني الدولار مكتوب عليه إن جاد وي تراست، نحن نثق في الله. أنا مؤمن جدا إن كل مرحلة في حياة الإنسان حلوة أوي حتة الدولار دي.